السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رايح أحكي لكم تجربتي اللي صارت معي بيوم 25/7/2022. أخذت زوجتي على المشفى باسطنبول، مشفى الحسكي بالسلطان غازي. أخذته أول مرة بحال في ولادة، دخلوا عاينوا وقال ما في ولادة على البيت. تاني مرة نفس الشيء، طبعا تاني مرة تالت مرة كمان على الساعة 12 بالليل كمان أخذتها. المرأة تتوجع يعني وحالة ولادة وما ولدوا، رحنا على البيت وبقينا كل الليل يعني عم صير هيك. عند الساعة 7 الصبح تقريبا ولدت المرأة في البيت وضعين الإسعاف. اجوا الإسعاف اخذوا الولد عينوه كتبوه حطوا المرأة بالجسم عينوها كمان، وتاني نهار طلعوا المرأة وعافوا الولد. لسه لحد الآن موجود الولد. يعني جيت بدي اخذ تاني هذا اللي هي شهادة الميلاد، فطلعت لعند السكرتيرة قالت انه انت بالبيت والديني فما طلع شهادة ميلاد. طيب ما انا دقيت للإسعاف والفرق هو كله ربع ساعة. فبعتولي عند النفوس، رحت عند النفوس اخذت رابور المشفى اللي عطتني اياه، فرجيته اياه للنفوس اعطاني ورقة فاضية. فانا لازم الورقة هي اسم يعني اسمها انه ولادي في البيت. كتبت اسمي واسم زوجتي والتاريخ والعنوان البيت، وبدي يكون معك شاهد تركي كمان، وبتروح بده يكون كمان في دفتر عائلة تركي، وبتروح بتقدمهم اياها. وانا عملت هيك مثل ما قالوا لي بالضبط، وصورتها ثلاث نسخ طبعا وقدمت لهم اياها. اخذوها مني واخذوا صورة عن الرابور المشفى، وقالوا لي بعد شهر ونص يعني بده يجي البوليس لعندي على البيت يتأكد، وان شاء الله بتطلع شهادة الميلاد بصير الولد مثل الوالدين بالمشفى يعني بطلع له كملك. والسلام عليكم ورحمة الله، وبتمنى الكل يستفيد من المقطع.